حياكم الله مجددا مشاهدينا ومستمعينا الكرام. يفتتح سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية ويرافقه عدد من المسؤولين اليابانيين غدا الأربعاء أحد المشاريع التنموية التي يدعمها الصندوق القطري الياباني لإعادة إعمار المناطق التي تضررت من الزلازل ومن زلزال تسونامي اللي تعرضت لها شرق اليابان في مارس 2011. وقد استقبل رئيس الوزراء الياباني شينز أبي بمقر رئاسة الوزراء بالعاصمة طوكيو اليوم الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية، كما التقى العطية نظيره الياباني في محادثات منفصلة. يذكر أن الصندوق القطري الياباني أطلق بمبادرة من سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بقيمة 100 مليون دولار أمريكي، ويرعاه اليوم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. ويدعم الصندوق قطاعات مصائد الأسماك والرعاية الصحية والتعليم والتكنولوجيا والبحث العلمي وريادة الأعمال. نعم، وأيضا افتتح معالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية المؤتمر العربي الثاني للمياه والفعاليات المصاحبة له في فندق الريدز كارترون. حضر حفل الافتتاح عدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين المختصين في مجال المياه وبعض أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى الدولة وعدد من الضيوف. نتابع معا هذا التقرير. تعزيز كفاءة إدارة المياه في العالم العربي والبحث عن حلول خلاقة ومستدامة للتعامل مع التحديات التي تواجهها المنطقة في مجال المياه، تلك هي المحاور الرئيسية التي يبحثها المؤتمر العربي الثاني للمياه الذي تنظمه المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء، بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس الوزاري العربي للمياه التابع لجامعة الدول العربية. وقد افتتح معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أعمال المؤتمر. يسر لي أن أخاطب جمعكم الكريم في افتتاح فعاليات المؤتمر العربي الثاني للمياه، والذي سيستضيفه الدوحة تحت عنوان نحو إدارة رشيدة لقطاع المياه في الدول العربية، حلول خلاقة ومستدامة لمواجهة التحديات. ويأتي انعقاد هذا المؤتمر والعالم العربي بأسره يواجه العديد من التحديات المائية والمتمثلة في قلة الموارد المائية وارتفاع معدلات الطلب لتلبية متطلبات التنمية التي تشهدها العديد من الدول العربية التي تفوق طاقة هذا الموارد المحدودة. وخلال كلمته بالمناسبة أكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة أن دولة قطر تسعى لتوفير احتياجاتها المائية ضمن استراتيجية شاملة لإدارة الموارد الطبيعية. بدأنا منذ عامين بتنفيذ برنامج وطني للترشيد يهدف إلى تخفيض معدل استهلاك الفرد من المياه بحوالي 35% بحلول عام 2017، كما نواصل تطوير البنية التحتية اللازمة لتوفير احتياجاتنا من الماء وتنفيذ عدد من البرامج لتعزيز مخزون المياه الاستراتيجي، حيث تمت مؤخرة زيادة السعة التخزينية للمياه بنسبة 126%. وأن جهود دولة قطر في ظل القيادة الرشيدة لسيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله تأخذ في الاعتبار الموائمة بين حجم الاستثمارات في البنية التحتية والخدمات في قطاع المياه وبين حجم النجاح في مواجهة التحديات التنموية. ويشكل هذا المؤتمر فرصة لمتخذي القرار والخبراء والباحثين حول تبادل الآراء والأفكار وإيجاد الحلول الممكنة فيما يخص قضايا المياه والطلب المتزايد عليها في الوطن العربي. وعقب الجلسة الافتتاحية للمؤتمر افتتح معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية المعرض المصاحب، والذي يضم شركات متخصصة في الخدمات المرتبطة بالمياه والكهرباء.
وعلى هامش المؤتمر ترأس سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة الدورة السادسة للمجلس الوزاري العربي للمياه. وعلى هامش المؤتمر العربي الثاني للمياه التقينا بعدد من المشاركين اللي تحدثوا عن أهمية المواضيع المطروحة وأبرز التحديات اللي يواجهها العالم العربي في مجال المياه. طبعا يأتي انعقاد المؤتمر الثاني للمياه على مستوى الوطن العربي في مرحلة حساسة، بحيث أن الآن الجميع أدرك أهمية المياه، بحيث أن المنطقة بشكل عام فيها نقص في المياه، وهناك حاجة مستقبلية. أكثر من ذلك أن مصادر المياه الموجودة في الدول العربية هي تنبع من خارج الدول العربية، وبالتالي هناك تحدي كبير. قطر لا تختلف عن باقي الدول بحيث ندرة المياه، ونحن نعتمد في دولة قطر على المياه المحلاة كمصدر رئيسي لمياه الشرب، ولكن لله الحمد والمنة هناك توجيه من حكومتنا الرشيدة بإعداد إدارة متكاملة للمصادر المختلفة للمياه، مثل المياه الجوفية والمياه المعالجة، واستخدامها في الأماكن التي تقلل من استخدام المياه المحلاة. فهناك لجنة الموارد المائية في دولة قطر تقوم بالإشراف على هذا الموضوع، وتم اتخاذ عدد من القرارات مثل تحويل المياه المعالجة لتستخدم بشكل كامل في الزراعة التجميلية والمسطحات الخضراء، إضافة إلى ذلك أن الآن التبريد المناطق راح يستخدم بدل المياه المحلاة مياه معالجة، وتم اتخاذ هذا القرار، وهذا يؤدي إلى خفض الاستهلاك المياه المحلاة وجعلها مياه مستدامة. كذلك طبعا وجهت الحكومة الرشيدة بخصوص حقل المياه الجوفية دراسة هذا المشروع، بحيث يتم رفع مستوى المخزون المياه الجوفية وجعله مخزون استراتيجي للاستخدام في الحالات الطارئة. مشروع المائي في دول مجلس التعاون، دول مجلس التعاون قطعت شوط في هذا الجانب، الدراسة الاستشارية تقريبا انتهت، الآن رفعت التوصيات بين هذه لهذه الدول. من أهم هذه التوصيات هو التأكيد على عملية الربط المائي بين هذه الدول، كيفية الربط في سيناريو انه يكون ربط ثنائي بين دول ودول. التحدي كما اشرت هو شامل لجميع الدول العربية بدون استثناء، دول الخليج العربية ولله الحمد من الله عليها كذلك بالقدرة المالية، وبالتالي منحت منحة في إيجاد مصادر لهذه المياه عن طريق التحلية، وهي تشكل حوالي 60% من كمية المياه المحلات في الوطن العربي، ولكن يستمر النمو السكاني وهو والاستهلاك يزداد بمعدلات متسارعة، وهذا هو أكبر التحديات. المواضيع اللي راح تطرح للنقاش مواضيع طبعا عديدة كلها تخص قطاع المياه في الدول العربية بشكل عام، وأيضا بالنسبة لنا احنا كدول خليجية همنا الكثير من قطاع التحلية، لأن اعتمادنا على التحلية كمصدر رئيسي، وأيضا هناك المياه الجوفية تأخذ لها دور في هذا الموضوع، وأيضا لا ننسى موضوع الترشيد بالنسبة لاستخدام استهلاك المياه والمحافظة عليها، وأيضا هناك الاستدامة في مصادر الموارد المائية. أهميته أنه بيجمع أولا السياسيين والفنيين وقادة الشركات والمؤسسات العاملة في مجال المياه، فهي فرصة نادرة لأن يجتمعوا ويتبادلوا الآراء ويتبادلوا الخبرات. إذا مشاهدنا الكرام تابعنا هذا التقرير عن المؤتمر العربي للمياه، ونتمنى التوفيق لجميع القائمين على هذا الموضوع. أما ننتقل معا إلى موضوع آخر، حيث أعلن معالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية عن إطلاق استراتيجية قطر للحكومة الإلكترونية 2020، وذلك خلال افتتاحه مؤتمرا قطريا أو مؤتمر قطر للتكنولوجيا المعلومات والاتصالات كتكوم 2014. الحديث عن هذا الموضوع وعن معرض كتكوم معنا في الاستوديو السيد حسين صلاة مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال في وزارة الاتصال وتكنولوجيا المعلومات. حسين مساك الله بالخير. مساكم الله بالخير ومشكورين على استضافتي اليوم. الله يحييك. بالنسبة لمؤتمر كتكوم
شكرا. نعم هذا واجبنا، وأكرر الترحيب بك أخوي حسين، وأيضا يمكن نأخذ أو نبدأ معك الحوار في ما هي أبرز ملامح استراتيجية قطر ل 2020 الحكومة الإلكترونية. في البداية نتكلم شوي عن كيت كوم. يأتي كيت كوم في إطار جهود الوزارة لتطوير قطاع الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات لدعم القطاعات الاقتصادية المختلفة. لما لهذا القطاع من تأثير جذري في تغيير معدلات النمو الاقتصادية وتعزيز التنمية المستدامة بما ينسجم مع الرؤية الوطنية لدولة قطر، واللي هي بناء اقتصاد قائم على المعرفة. نعم، هذا بما يخص المعرض. نعم، أما بالنسبة للاستراتيجية اللي دشنها معالي الشيخ عبد الله بن ناصر رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أمس مشكورا، اللي هي معنية بتوفير رفاهية المواطن. كيف؟ هي تطوع استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بحيث أن توفر الخدمات الحكومية والمؤسسات بين بعضها بعض، وفي الأخير طبعا ينعكس على خدمة المواطن. يعني هي عملية ربط. نعم، عملية ربط، ولكن فيها جهود جبارة بحيث نوصل إلى شيء يوصل مستوى قطر اللي أورد إحنا بما فيه إحنا في المستويات الأعلى دوليا، ولكن هذا راح بعد يدفعنا إلى أن نوصل إلى مستويات أعلى من اللي إحنا فيه. نعم. طيب مثل هالمشروع يعني كيف ممكن أنه ينعكس على مجمل اللي هو الفعاليات في قطر، سواء كان فعاليات حكومية ولا فعاليات خاصة ولا اقتصادية، يعني شلون ممكن يرجع؟ شوف طال عمرك، هو المحتوى الاستراتيجية هذه توفر في الوقت وتوفر في الجهد وتعطي الربط بحيث أن أنت تقدر تعمل شغلك بطريقة أوفر وتوصلك للي أنت تبيه بطرق أسهل. مثل استخدام الكمبيوتر، كل شيء، كل اللي توفر الحكومة من مثلا خلينا نقول أنت محتاج أنك تعمل مراسلاتك أو تخلص معاملاتك مع الدوائر الحكومية، هذه النوع من الاستراتيجية تكون أسهل المعاملة، تسهل عليك بالوصول باستخدام التكنولوجيا المعلومات. نعم، يعني بعملية الربط. نعم، أتوقع أنها بتكون أسهل، وأيضا مثل ما ذكرت حتى الوقت راح يكون أقل فيها، وأتوقع أن هذه أيضا. نعم، يعني خلنا نقول لك حفاظا أيضا حتى على ساعات العمل بتكون أكثر. أكيد، وأنشط من خلال. أكيد، هذا الربط. حتى اللي هو البيئة، يعني تبتعدون عن اللي هو أو المحافظة على البيئة من خلال. نعم، التخلص من المعاملات الورقية. طبعا المعاملات الورقية وكذا. نعم، والاستراتيجية فيها أيضا مش بس تلمس الدوائر الحكومية، ولكن أيضا تلمس الشركات الخاصة ووجهات التعليم. نعم، كل نطاق اللي يجمع المجتمع من مؤسسات حكومية ومؤسسات وهيئات وأفراد والمواطنين. صديقة يعني. نعم أكيد، وهذا نحن نتمنى. نعم، أتوقع أنه راح يكون أيضا يعني عامل نشط بالنسبة لاستخدام الأشياء هذه بعيدة عن مثل ما ذكر حمد الأوراق. أي، والمراسلات هذه. طيب بالنسبة لمعرض كتكم، يعني أبرز الفعاليات التي قيمت في هذا المعرض. الله يسلمكم، كتكم أول شيء فيه المؤتمر وفيه المعرض، فيه فعاليات كثيرة. المعرض فيه شركات وفي مؤسسات ودوائر حكومية موجودة، طبعا تعرض اللي عندها، اللي عنده منتج واللي عنده حلول يبرز اللي عنده اليوم، والدوائر الحكومية أو الوزارات أو اللي عندهم مشاريع يجون يعرضون اللي عندهم من مشاريع مستقبلية بحيث يصير تواصل. أما بالنسبة للفعاليات فعندنا الله يسلمك عدة فعاليات اللي هي تجذب الجمهور الكريم، الجمهور اللي وصلنا ويتفاعل معه. عندنا الله يسلمك مسابقات، في منها الأباثون. الأباثون الله يسلمك هذه نجمع جروبات
أيا كان طلاب أو ناس مختصين. عشوائية ولا جروبات ما عشوائية اللي يبغي يشارك. بس إحنا شو نسوي؟ نحاول إنه يكونوا في نفس الليفل. يعني واحد أكسبرت مثلا ذو خبرة مع واحد من طلاب الجامعة مع واحد لا هذا رائد أعمال، نجمعهم فنوزعهم في اليوم الأول. هاي في على مدار 3 أيام. طبعا كنتكم يوم 26 27 اللي هو اليوم، وبكره 28. بلشوا امس. كل يوم لهم 8 ساعات يشتغلون في على شغلهم في متطلبات معينه لبناء ابلكيشن او له برامج تطبيق على الاجهزه الذكيه الموبايلات والايباد. نعم. في البداية يعرضون، كل واحد يعرض فكرته عشان كيف راح يحل المتطلبات هذه والمشكلة، ويعطونهم 3 أيام هذه، وفي آخر يوم تعرض مرة ثانية على لجنة التحكيم اللي هو بكرة، اللي هو بكرة إن شاء الله في آخر اليوم. واللي يفوز طبعا له مكافأة. لا مكافأة. وفوق هذا إذا كان التطبيق له سوق تساعد الجهات المعنية أن ينزل التطبيق هذا على. تتبنونه في الوزارة التطبيق إذا نجح؟ أوكي. في شغلة في الوزارة اسمها حضنة الأعمال، وهذه تساعد رواد الأعمال. أنا بجي لها بعدين، بس بما أنك سألت، تساعد رواد الأعمال أن يقدر يسوي مشروعه أو فكرته مثلا. نعم. بخطوات معينة، كيف يعمل دراسة الجدوى، كيف يدخل السوق، كيف يوقف على ريلا، وكيف مش بس يعني كمساعدة أولية. لا أو مساهمة في المشروع ذلك. فوق ذلك بعد، مش أنه بس عمل تطبيق واحد ولكن أول مشروع هو سوى أول بذرة. لا، إحنا نبغين نتأكد أن بكرة في continuity اللي هو يعني عائد على المشروع نفسه ونجاح المشروع. تواصل. نعم. نبغي يكون في تواصل، نبي نعرف انه هو خلاص هذا المشروع اعتمد على نفسه ومشى. نعم. انا ودي اسالك يا حسين عن، يعني انت تقول في شركات مشاركه وشركات عارضه. نعم. يعني نوعين من الشركات. نوعين. نعم. كم عدد المشاركه وكم عدد العارضه عندنا؟ الله يسلمك فوق ال 120 بين وزارات، فوق ال 120 بين وزارات وبين شركات. هذه مشاركة في المؤتمر. نعم. هاي المشاركة مع المعارضة. هذه العارضة. المؤتمر في شركات أخرى وفي أفراد وفي ذوي الخبرة. ففي جهة المعرض عندنا الأباثون، وعندنا حاضرة الأعمال هذه، عندنا مسرح الإبداع. مسرح الإبداع هي من ثالث سنة له طبعا مع المعرض، لأن هاي النسخة الثالثة من المعرض. حاضنة الأعمال يجون الشباب مثل ما قلنا، نعلمهم كيف يعمل دراسة جدوى ويدرس السوق وش شو المطلوب في السوق، وناخذه ونعمل له نحتضنه ونوقفه على الريلة. مسرح الإبداع يشرح الشخص اليوم شو فكرته قدام الحاضرين، ففي مسرح وفي جمهور وهم اللي يصوتون فلان يستاهل انه يفوز او لا، مش لجنه حكم. الله يوفقكم. نعم. ان شاء الله. الله يوفقكم ان شاء الله، وهذا اللي احنا نتمناه. وطبعا نشكركم على جهودكم اللي تقدمونها ايضا في خدمه هذا البلد. انا بس بذكر بكره. زين. نعم. بكره اهم يوم لرواد الاعمال. بكره يجون رواد الاعمال. الساعه كم الشباب بيكون؟ يبلش المؤتمر 1:30، بس طبعا يجون قبل. اوكي. المكان المقر ارض المؤتمرات. المؤتمرات في قطر فاونديشن. نعم. اوكي. بكره يومهم، يجون يعرفون شو الموجود، السوق شلون، ايش في السوق، ايش ما فيه، كيف يبدون مشاريعهم. بكره الخبراء يجون ويقولون لهم، وبعد ما يخلصون من المؤتمر يجون مسرح الابداع هناك، يحصلون كل اللي يبونه. احنا متواجدين بكره طول اليوم خصوصاً لرواد الأعمال. بيض الله وجهكم. أتوقع أن يعني الرسالة وصلت، وإن شاء الله أنهم يعني يشاركون في المؤتمر بكرة ويكونون متواجدين بإذن الله. السيد حسين صلات، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصالات وأيضاً تكنولوجيا المعلومات في وزارة الاتصالات، شكراً على حضورك معنا في برنامج ترحيب، سعدنا بتواجدك.
شكرا حسين، ما قصرت. مشاهدينا فاصل قصير وبنتابع ما تبقى من برنامجنا.